دولة يجب أن تجمع المرأة فيها بين رجلين من اختيارها. نعم، تماما كما سمعتم، هي صاحبة الحق في ذلك. تصنف كأسعد شعوب الأرض، إنها مملكة بوتان، واحدة من أصغر دول العالم. ممنوع الحزن فيها بتاتا أو حتى أكل الحيوانات. ترى من هي هذه الدولة الغريبة وما حكايتها؟ سأحكي لكم الحكاية. أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. تعد مملكة بوتان المعروفة ببلاد التنين والرعد من أكثر الدول سرية على وجه الأرض على الإطلاق. عرفت هذه الدولة التي يقطنها 750 ألف مواطن بسياساتها المبتكرة والمتعلقة بالسعادة المحلية الإجمالية على غرار الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشتهر بأنها أرض يسود فيها الفرح والبهجة ويمنع دخول الحزن إليها، وذلك بسبب سياستها الحكومية التي تعتمد على قياس مكونات السعادة القومية من خلال مستوى الصحة، التعليم، حيوية المجتمع، وحماية الأرض والمحميات الطبيعية، وأيضا من خلال فلسفتها الشعبية القائمة على التفكير في الرحيل. فشعب البوتان الذي يعد من أسعد الشعوب على وجه الأرض على الإطلاق دائم التفكير في موضوع الوفاة، حيث يفكر جميع أفراد المجتمع 5 دقائق على الأقل يوميا في الوفاة، ويعتقدون أن الخوف من الوفاة قبل تحقيق الأحلام المنشودة أو رؤية الأبناء يكبرون يوما بعد يوم هو الشيء الذي يؤرق الحياة اليومية بامتياز للناس، بل ويسبب لهم المتاعب. من ضمن فلسفتهم هو عدم خوفهم من الوفاة وصوره وأشكاله، فهو يظهر في كل مكان وفي كل زمان، خصوصا في صناعة تماثيل بوذا، حيث ستجد ألوانا وزخارف تجسد الوفاة. وبعد وفاة أي شخص تقام فترة حداد لمدة 49 يوما تشتمل على شعائر تفصيلية ومرتبة بعناية وطقوس ورقصات تعبيرية يقال إنها أفضل من أي علاج للاكتئاب. ليس فقط ذلك، بل تحاول الدولة جاهدة جعل المواطنين في أسعد حالاتهم، فلديهم مستوى عال من التعليم والصحة والزراعة، كما أنه ممنوع زراعة التبغ أو التدخين نهائيا من أجل المحافظة على نظافة وجمال البيئة. من أغرب عاداتهم أن تجمع المرأة بين رجلين في آن واحد، فتعتقد الحكومة أن بهذه الطريقة سيكون الشعب سعيدا للغاية، وأنه ضمن مساواة الرجل بالمرأة فهي صاحبة القرار مثلها مثل الرجل تماما. ليس هذا فقط، بل يحق لها الميراث مثله تماما، ولا يوجد في شوارع بوتان إشارات مرورية. عدد السيارات في كل مدينة لا تتجاوز 200 سيارة، فالحكومة تمنع كثرة السيارات من أجل المحافظة على البيئة من العواصف والأتربة. ولم يكن أهل بوتان يعرفون التلفاز أو الهواتف حتى عام 2000، وإذا ذهبت إلى هناك فممنوع أن تطلب أكل يتضمن حيوانات أو بحريات، فهذا قد يعرضك طبعا إلى الترحيل إلى بلدك والحبس بسبب دياناتهم البوذية، لأنه محرم تماما أكل المأكولات الحيوانية. إذن ماذا يأكلون؟ هم يعتمدون في أكلهم على الأرز والخضروات والفواكه وكل منتجات الطبيعة. يعيش في بوتان واحد من أغرب الحيوانات وأشدها ندرة في العالم، وهو التاكين، وهو من فصيلة الأبقار، وقد تصل عقوبة اصطياده إلى الترحيل. نصف مساحة البلاد عبارة عن محمية طبيعية، حيث الحيوانات تسير في كل البلاد دون أن يتعرض لها أحد، ويقوم الأهالي بوضع قوالب من الملح بالإضافة إلى بعض أنواع العلف أمام البيوت كي تأكل الحيوانات بكل أريحية. فإذا كنت زائرا هناك يجب عليك أن تتوخى الحذر وأنت تسير بمفردك. في الختام، لما لا تشاركنا برأيك؟ ماذا لو أتيحت لك الفرصة للعيش هناك في بوتان؟ هل ستجرؤ بالفعل على الذهاب؟